ولا تفي أي كلمة من الكلمات مهما كتب في سيرة الراحل الكبير. في هذا الموقف المليء بمشاعر الإجلال والتقدير لقامة أردنية عروبية عالية، نستذكر بامتنان وفخر شخصية فريدة قلما يجود الزمان لمثلها. فمعالي طارق مصاربة يعد مدرسة في الإعلام ومدونة في التاريخ السياسي والاجتماعي الأردني، مثالا في التواضع ونبل الأخلاق، رافق كبار رجال الدولة الأردنية منذ بواكير عهد الراحل الكبير الحسين بن طلال طيب الله ثراه، فكان بذلك ذاكرة ذهبية وسجل وسجل عز نظيره في السيرة الغيرية وفي التاريخ غير الرسمي، فهو حاضر ومؤثر وبؤرة التقاء الفكري والسياسي والثقافي، مما جعل منه مقصدا ومنبعا للمعرفة تميز بالغنى والشمول والعمق. طارق مصاروة كاتب مقالة بنكهة خاصة، في مقالته جرأة دون إسفاف، وفكرة تنبش في الماضي وتقرأ في الحاضر وتؤشر على المستقبل. في قلمه لون التراب وطعم القمح وغلة البيضة، فكأنه الأردن في كل تفاصيله ورؤاه. لم يكتف بالكتابة، بل ساهم في مؤسسات صحفية وإعلامية، وكانت الرأي بيته ووطن قلمه ومهوى فؤاده، وهو المسكون بالإنسان الأردني، معلناً انتماءه للأصلاء والمهمشين الصامتين من أبناء هذه الأرض المباركة. عاصر مصاروة الدراما الأردنية في عصرها الذهبي من خلال الشركة الأردنية للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، فكان لهذه الشركة الدور الكبير في نهضة الدراما الأردنية ودخولها إلى كل بيت عربي، مدركاً دور الفن والثقافة في بناء المستقبل، ومقدراً في أهمية بناء جسور التواصل بين الشعوب والأمم. وقد أثبت غياب هذه الشركة المساحة والدور الكبير الذي نهضت به في هذا المجال. زهد طارق مصاروة بالمناصب الإدارية والسياسية، فقد آمن بدور الإعلام والصحفي في قيادة الوعي والرأي العام وبناء التنوير المجتمعي. وعندما مرت المنطقة في مرحلة الربيع العربي وعزف كثيرون عن مسؤولية المناصب، كان أبو علي حاضراً في الزمن الصعب كعادته، برغم أن خدمته وزيراً للثقافة لم تكن طويلة، غير أن ما تركه من أثر في وجدان وعقول المثقفين والموظفين وأصحاب الرأي خالد كنقش ثمين. هذا رجل صاحب أثر طيب أينما حل كزيتونة مباركة. سيبقى طارق مصاروة إحدى علامات الوطن الفارقة، وسنذكره دوما من خلال إرثه الكبير والغني الذي سنعمل ما استطعنا على إبرازه ونشره بالتعاون مع الجميع، ليكون حاضراً لدى الأجيال القادمة. نعم، إن الفقدان صعب والحزن عميق، لكن مثله يخلد في العقول والقلوب. نعزي الوطن وأنفسنا برحيله، أسكن الله فسيح جناته، والسلام عليكم ورحمة الله. أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، الزملاء، عائلة الفقيد، الحضور الكرام، هي لحظات من عمرنا نؤبن فيها وخلالها أعلامنا ورجالنا، ومنهم زميلنا ومبدعنا وكاتبنا الراحل طارق مصاروة. وكل منا يذكر إيمانه وثوابت قلمه ورؤيته الإعلامية النابضة من عشق أصيل لثرى الأردن، الوطن والدولة في بلادنا العربية، والتي تقف في قلب بلاد الشام. وها أنا معكم أقرأ ما كتب الراحل ذات يوم: ليس هناك ما هو أعظم من تاريخ الأردن، فهو مبني على حقائق ثابتة وموثق بالعقل والخلق ودم الشهداء، وأولهم الملك المؤسس شهيد المسجد الأقصى. الحضور الكريم، من هنا نقف لنستذكر بفخر شخصية إعلامية وطنية قدمت أكثر من 60 عاما من الفكر والصحافة والانتماء للصحافة الأردنية والعربية والقومية،
وأسهم الراحل في صقل وتشكيل الرأي العام الأردني من خلال المؤسسات التي عمل بها على مدى عقود مهمة من تاريخ المملكة. كان راحلنا الكبير طارق مصارو واحداً من الكبار الذين أرسوا قواعد الصحافة الوطنية، نستذكره اليوم مع إحساسنا بالفخر بجيل من كبار الصحفيين والإعلاميين ومن رجالات الأردن المخلصين وأصحاب الفكر الوطني الحر، غابوا وفي أعينهم الإصرار والتحدي، كيف لا؟ وكان الراحل طارق مصارو يقول: على الأردنيين أن يعودوا إلى كل حرف من تاريخ بلدهم وتاريخ قيادتهم. الحضور الكرام، نعرف زميلنا كما نعرف إشراقة التحنون واهتزازات سنابل القمح. إنه صاحب الكلمة الجريئة والموقف الثابت المنتصر للحق وللحقيقة وللناس دائما. كان رحمه الله منارة تنير الطريق للوطن والمواطن في أشد الأوقات حلكة، وكان سنداً وعوناً لكل من عرفه. أجيال عديدة من الصحفيين والإعلاميين نهلت من علم وفكر وكتابات أستاذنا مصارو، فقد كنا نتحسس ضوء الفجر لنتلقف الصحف أو المجلات التي كتب بها، نقرأ بلهفة العشاق، تتلمذنا على يديه، وكان قدوتنا بعشقه للوطن وفكره الواسع ومهنيته العالية التي تركت أثرها في المشهد الإعلامي والعاملين فيه. رحم الله الأستاذ والمعلم طارق مصارو الذي أحب الناس فأحبوه. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي وزير الثقافة الدكتور محمد أبو رمان الأكرم، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة والسيادة الأكارم، السادة المؤبني الكاتب الصحفي المرحوم طارق مصارو على روحه السلام، حضرات الإخوة الإعلاميين والضيوف الكرام، لا أجد في هذه الوقفة الجليلة وفي عيون هذا الجمع المهيم إلا مزيداً من الألم والحزن واستذكار ذلك الطود الراسخ اسمه في عالم الكتابة الصحفية والتحرير السياسي والأخلاق الإنسانية والصفاء الروحي لقامة أعطت الوطن الكثير ولم تنتظر حمداً ولا شكراً، لأن هذه هي أخلاق الرعيل الأول الذين أخلصوا لقضايا وطنهم وأمتهم وعروبتهم، فكانوا أشجاراً يستفيء بظلها الناس، وكانوا حراساً على نهضة الوطن وماضيه وأصالته، وكانوا يقرؤون تفاصيلنا فلا يكتبون لمجرد أن يكتبوا أو ينالوا الشهرة، بل صدقوا وعملوا. إن فيه كل حرف صاروا من تلقائية أهلنا الطيبين وطموحاتهم وأمانهم، أمانة هم مسؤولين عنها مثلما هم مسؤولون عن الأوطان والعروبة والمجد التليد، وتلك هي الهوية التي ظلوا يدافعون عنها ولها يعملون. فكان طارق مصارو أحد هذه النماذج المضيئة في سماء الوطن والعروبة، بقيت حروفه شامخات وبقي حسه أصيلاً، وظل إحساسه متوقداً يعاني ما تعانيه العروبة والأوطان الجريحة، ويدرك كم هو الدور العظيم لوطنه الأردن، خصوصاً وأن طارق مصارو كان شاهداً مبكراً جداً على الأردن وهو يأسى لفلسطين ذلك الجرح النازف غرب النهر، ويحزن لما يراد بهذه الأمة من تفتت وفرقة. فكان قلماً حراً ولساناً حياً صدق في رؤيته واستشرافه، والأمة اليوم تعاني ما تعاني من تمزق الصف والتوازن والتشظي، أعاده الله نابضة بالوحدة والتكاتف والعمل الوحدوي البعيد عن كل خلاف في هذا الزمن العصيب. الحضور الكريم، إن الرأي التي نقلت إلى جمهرة القراء والناس فكر طارق مصارو وحساسيته العالية تجاه أي مسألة تستجد أو ظرف يطرأ محلياً وعلى مستوى المنطقة والإقليم والعالم لتفتقده اليوم، وتستذكر معكم وفي رحاب حفلكم المهيم هذا العنفوان، هذا الكاتب العملاق الذي بادل الرأي حباً بحب ومنحها كل ثقة
عبر مقالاته التي كان يكتبها بمداد دمه وعذوبة روحه وصدق نواياه. فكان علماً بارزاً وكاتباً صحفياً محترفاً في كلمات قليلة ومعنى كبير، والأهم أن لهذا الزميل وطناً بأكمله في الأردن وفي خارج الأردن، يقرؤون ما يكتب ويتدمدون عليه ويدركون كم هي عظيمة مهنة الصحافة وكم هي متعة بالرغم مما يحيط بها من تعثر به من أشواك لم تثني طارق مصاروه عن مشواره الطويل، لا سيما وقد زامل رئيس الوزراء الأردن الشهيد وصفي التل وعمل معه وأخذ عنه حس المسؤولية والوطنية وحب العمل والإنجاز والبناء. أي أخوة الحضور والأخوات، لماذا يحب الناس طارق مصاروي أبو علي على اتفاقهم أو على اختلافهم معه؟ سؤال أرى إجابته واضحة في أخلاق الرجل ودفاعه عن رأيه واعتداله في كتابته وموضوعيته في رأيه وعدم استغفاله القراء أو التفافه عليهم. يضاف إلى هذا كله إحساسه المبكر بأمانة الحرف ومسؤوليته، وهو ما يشكل مدرسة على شبابنا وأبنائنا أن يتعرفوا إليها في مشوارهم مع الكتابة والصحافة، هذه المهنة الجليلة التي تعين الوطن على تجاوز التحديات وتفهم الحاضر والثقة بالمستقبل والاستناد إلى الروح المضيئة والمستنيرة لماضينا الأصيل. الحضور الكريم، الحديث ذو شجون وشجون، والأمل بأن تستمر مسيرة بلدنا العزيز بحكمة عميد آل البيت الأطهار جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، وبوعي النخب والكتاب والمفكرين وحس بالمسؤول. فشكرا لوزارة الثقافة لجهودها القيمة في إقامة هذا الحفل، وهو شعور طيب وأصيل منها أن تعطي الرجال منازلهم وأن تحتفي بقامة صحفية سياسية وثقافية وفكرية. فرحم الله طارق مصاروه وأسكنه في العليين وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله. حين يصير الصحفي والكاتب أيقونة وطنية ورجلا من رجالات الوطن والسياسة، عندها ندرك أن الراحل طارق مصاروه كان يوثق للصحافة والإعلام وممارسيها بأن العمل الصحفي هو مرآة لفكر المرء وثوابته أينما كان ومهما اختلف المنبر، فالقناعات واحدة والحب والحرص واحد والمهنية واحدة. الآن مع كلمة معالي السيد سمير الحباشي. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي أستاذ محمد أبو رمان وزير الثقافة والشباب الأكرم، الأخت الغالية والحبيبة نبيلة رفيقة طارق مصاروه، الأعزيزات الكرام، الحضور الكريم من أصدقاء وقراء ومحبي طارق مصاروه، أسعدتم مساء. الكاتب الأردني الأبرز بين جيل ويسير من المبدعين، فارس وطني غيور، رمح أردني صلب، لم يهادم في حب الأردن ولم يساوم على قناعاته بذلك. الثبات على المبادئ سمة إلى طارق مصاروه، تقرأ له في السبعينات في التسعينات وفي الألفية التي نعيش بها تجد نفس الخطاب والعقيدة والمبدأ، ولكنه الأقدر أي طارق مصاروه على المواكبة بتحديث الأدوات التي تخدم هذا الخطاب. لم يكن يحمل عقل متجمد الجمود العقائدي كما يقال، في ناس كثير بيعيشوا يضع نفسهم في بوتقة ولا يخرج منها. كنت كتبت أيام الأفق
ورقة قدمتها إلى رابطة الكتاب عن العلاقة الأردنية الفلسطينية بعنوان رديف أم أصيل، وأقصد الشعب الأردني في القضية الفلسطينية، حيث تعرض لي بمن يعتقدون أن لهم الحق في الوصاية على ما يقال أو يكتب حول القضية الفلسطينية. في ناس كانوا يعتقدون هاي وكالة مثل مرسيدس ومثل غربور، وكيل القضية الفلسطينية. فقال لي طارق: لا تهتم، حب فلسطين هو في حقيقته حب الأردن، وإن الأردن وإن نزعت منه عروبته يصبح منزوعا للدسم، يفتقده الفكر النير والكلمة الصادقة والمقال الملتزم، وقبل كل ذلك الروح الصافية المحبة الإيجابية المتفائلة. طارق مصارو الذي أفخر بصداقته، والذي تعرفت عليه بعد تخرجي من الجامعة بقليل، تلك المعرفة التي أصبحت صداقة تعمقت إبان فترة مشروعي الصحفي الأفق، التي كتبت وتكلمت حين كان للكتابة الصريحة والكلمة الجريئة الثمن الكبير. مجلته كشفت المستور آنذاك، لكنها لم تخرج عن مبدأ ثابت، وهو الإيمان بهذا البلد وبأهله وبمشروعه الوطني العروبي وبنظامه الهاشمي، حيث فلسطين مركز هذا المشروع، بل وإن فلسطين كقضية هي فعلا قضية أردنية داخلية. هذا المشروع الذي هو محل اختيار طوعي للأردنيين، وأقصد المشروع الوطني الأردني، منذ جيل الأجداد الذين ذهبوا إلى معان ليبايعوا الأمير، مرورا بجيل الآباء وأجيال الأبناء الذين بمعظمهم وحتى الكثير من العقائديين منهم إنما أرادوا تطبيق فكرهم في إطار الدولة الأردنية الملكية وليس بالانقلاب عليها. وإن طارق مصارو نموذجهم، عاشق للأردن بالانغلاق، حامل العقيدة العروبية ومقدمتها وحدة سوريا الكبرى وجوارها فلسطين، ولكن في إطار مشروعنا الوطني الأردني الهاشمي. تأثر بوصفي وحمل فكر هذا الرجل وسلوكه في التواضع والبساطة وحب الغير والإحساس في الناس. يقول لكم هالمفارقة الحلوة اللي ذكر لي إياها أبو علي، إنه وصفي كان مدير إذاعة وهي ما طارق مصارو في الإذاعة الأردنية. فيوم وصفي بيفتش على الأقسام وعلى كذا، فذهب إلى وحدة الصحية، وحدة الحمامات وكذا، وجدها في مستوى متواضع. فقال للجماعة اللي يعني موظفين لهالغاية: يا جماعة، يعني بصير تكون الحمامات بهالطريقة هاي، وإذاعة الأردنية يعني مرآة الأردن الثقافي والإعلامي. فقالوا له: يا أبو مصطفى، تقبلها علينا؟ إحنا يعني من ورث العرب مثل ما بيقولوا، ننظف حمامات وما شابه. قال لهم: والله حق. فإجى على مكتب ونادى طارق ونادى المرحوم عبد الرحيم عمر، قال لهم: بكرة بتجوا بكير الساعة 6:30 بدي أكون في الإذاعة، في شيء مهم. قال أبو علي: والله اعتقدنا في حدث سياسي في الإذاعة بدنا نسوي شيء. قال: فأتينا للإذاعة، فقال له وصفي الله، وهي قال الحمامات. قال: فشمر وشمرنا معه وجبنا هالمكانس وبلشنا ننظف الحمامات. قال: فجاء الموظفين لما شافوا ونوصفي وطارق مصارو وعبد الرحيم عمر وإذ بلشانين تنظيف الحمام، لا يا أبو مصطفى لا يا طارق، قال: يا بتشتغلوا شغلكم يا أنا وطارق وعبد الرحيم، بالإضافة لو ضيفتنا ننظف الحمامات يومي. هذا هو طارق وهذا هو وصفه، هذا التواضع وهذه يعني الحال. يعني ليش الناس عشقت وصفي وليش طارق ذكر أخوي فالح الطويل، يعني هاجس مسكون في وصفي أبو علي رحمة الله عليه. في العشرينية الأخيرة
وكل فخر أن أقول بأننا أنا وأبو علي وكوكبة من رجال وسيدات الأردن الذين حملوا ولا زالوا يحملون الهم الوطني ويسعون إلى بلورة حلول إشكالياته وفق منهج التفكير الإيجابي الناقد للخطر والمثمن للصحيح في ذات الدولة كنا معا في إطار الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة. ممكن للمشرفين بس شوية مي إذا ممكن. لا تسلم سيدي. فقد حرص الحبيب أبو علي على حضور نشاطات الجمعية ولقاء الصباح وصالون السبت ولا يتوقف عن نثر التفاؤل المستند إلى حقائق التاريخ والإيمان بالمستقبل. كان لي شرف الزمالة مع أبي علي في الحكومة الأخيرة مع المعلق يشفي وأمه بالسلامة أخونا دولة معروف البخيت. كان لي شرف الزمالة مع أبي علي في الحكومة فقد كان أبو علي رغم متاعبه الصحية مواظبا على الحضور مشاركا في أعمال مجلس الوزراء بكل همة ونشاط وحماس يعطينا من منهل تجربته ومعرفته العميقة. وكان شرف لنا في تلك الحكومة أن أسهمنا في تأمين الأردن وخروجه آمنا من تداعيات الربيع العربي حيث كان الحوار والانفتاح مع كل قوى الشعب الأردني هو ديدننا. وكان أبو علي فاعلا ومؤثرا في إنجاز تلك المرحلة الصعبة التي أخرجت الأردن من هاوية محققة وقعت بها أقطار عربية شقيقة ولا زالت أثارها وتداعياتها المدمرة ماثلة حتى اليوم. إن الاتفاق مع أبي علي والاختلاف معه يقابله بنفس الروحية فقد كان ديمقراطيا بما يطرح من أفكار وديمقراطيا أيضا بتقبل ما يسمع من أفكار حتى ولو تعارضت تماما مع ما يطرح أبو علي. رحم الله الحبيب الصديق الكبير والمفكر الوطني العروبي طارق مصاري. وهم كاتبين كان أردنيا أنا بعتقد كان فلسطينيا وكان سوريا وكان عربيا طارق مصاري مش بس أردني. رحم الله الحبيب الصديق الكبير والمفكر الوطني العروبي طارق مصاري. وعزائي إلى الأحباء نبيلة الغالية الصابرة الوفية التي نذرت سنوات من عمرها المديد إن شاء الله وهي إلى جانب أبي علي لم تفارقه لا في السراء ولا حينما اشتدت الضراء عليه. إنها المرأة الأردنية العربية المثالية في الوفاء والقيام بالواجب على نحو لا يعادي. عزائي إلى علي ورعد وإلى المصارب الكرام والعزيزات الذين أعزهم نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن أسمائهم العزيزات. كثير من الناس ما بيعرفوا. أحب أقول للحضور الذي لا يعرف أن العزيزات هذه القبيلة الأردنية الأصيلة اللي منها أبو علي ترى التسمية جاءت من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاء الفتح العربي الإسلامي وناقشوا العزيزات وأهل هذه البلاد. قال في الفيلم أنه كان مسيحياً أبو علي كان مسيحي وكان مسلم لأن هذه البلاد تماهت بها المسيحية في الإسلام. إحنا كنا نوقر المسيحية كما نوقر الإسلام ونوقر الإسلام كما نوقر المسيحية. عودة إلى القصة وهي بسرعة. فعندما جاء الفتح وما بعرف الدكتور علي محافظة قاعد قديش روايتي صحيحة أو ثابتة تاريخياً عندما جاء الفتح العربي الإسلامي كان سكان هذه البلاد عرب مسيحيين وعلى رأسهم هذه القبيلة التي منها أبو علي. وناقشوا اجتمعوا وقالوا يا جماعة إحنا مع الروم المسيحيين ولا مع العرب المسلمين اللي من دين آخر. فكان أن انتصروا إلى جلدتهم إلى عروبتهم فكان أن قال الرسول هؤلاء قد أعزوا الإسلام وبالتالي كانوا لذيذات. والمصارب الكرام والعزيزات الذين أعزهم نبينا الحبيب عليه السلام والذين ما توقفوا عن البذل من وأقصد هذه العشيرة من أجل عزة الأردن وإمداده بالمتميزين من الرجال والنساء وبالنخوة الصادقة.
وعزائي إلى محبيه وأصدقائه وقراءه وإلى أعضاء الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة وإلى الأسرة الصحفية الأردنية وإلى الوسط الثقافي الأردني بعامة. رحم الله طارق مصاروي وعوض البلاد بمثله أو بمن يسيرون على خطاه الصادقة. والسلام عليكم. أيها الحضور الكريم، يقرأ تاريخ الأمم من خلال منجزها الفكري والثقافي، وفي نتاج طارق مصاروي السياسي والصحفي نقرأ مراحل تاريخ بناء الدولة الأردنية وتطورها. فلم يتوقف ذاك الصحفي الفذ عند مهنته ككاتب فقط، وإنما تعدى ذلك ليربط دائماً ببراعة فذة بين الماضي والحاضر، ليشير دائماً بأن حاضر الأمم يبنى على ماضيها. الآن مع كلمة الأستاذ الدكتور علي محافظة المؤرخ والأكاديمي. معالي وزير الثقافة، السيدة الفاضلة نبيلة مصاروي، أصحاب المعالي، الإخوة الكرام، عرفت المرحوم طارق مصاروي في صيف سنة 1965 عن طريق الصديق الشاعر المرحوم سليمان المشيني أبي إبراهيم. وكان طارق آنذاك يعمل معلقا سياسيا في الإذاعة الرسمية الأردنية بعمان، وقد توطدت صداقتنا نحن الثلاثة في صيف ذلك العام، وكنا ما نتردد على مطعم أبو أحمد في شارع سينما بسمان في عمان البلد الذي كان يقدم الفروج المشوي. كان طارق ما زال عازبا آنذاك مثلما كنت أنا كذلك، وكان أبو إبراهيم يمتعنا بشعره الشيق الطليق. كنت وقتها قد عدت من ألمانيا الاتحادية إلى عمان بسيارة فولكسواجن صغيرة الحجم نستعملها في تنقلاتنا بعمان وفي زياراتنا للضفة الغربية، حيث كنا نتناول طعام العشاء في فندق حرب في رام الله ونعود إلى عمان بعد منتصف الليل. كان طارق يداعبنا بأقواله وحركاته المحببة، ونتبادل المداعبات والنكات والحكايات، فنشعر جميعا بالسعادة والمتعة والهناء. كان طارق آنذاك كصحفي وإعلامي بارز في الإذاعة الأردنية من المدرسة الإعلامية العربية التقليدية التي كان يمثلها في مصر أحمد سعيد ومحمد عروق في إذاعة صوت العرب. وكان طارق إعلامياً مدافعاً صلباً عن الأردن ومواقفه السياسية المحلية والعربية والدولية في ظل الحرب الإعلامية الشعواء القائمة بين الدول العربية منذ منتصف الخمسينات من القرن العشرين. وكانت الدول العربية منقسمة إلى معسكرين، معسكر الدول التقدمية وعلى رأسها مصر جمال عبد الناصر وسوريا، ومعسكر الدول المحافظة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة المغفور له الملك حسين بن طلال، وجمهورية تونس بقيادة الحبيب بورقيبة. كان معسكر الدول التقدمية حليفا للاتحاد السوفيتي والصين الشعبية ومنظومة الدول الاشتراكية، بينما كان معسكر الدول العربية المحافظة الذي أطلق عليه خصومه معسكر الدول الرجعية حليفا للدول الغربية التي كانت تسمي نفسها العالم الحر بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وتضم دول أوروبا الغربية. لم يتوانى إعلاميون مدرسة الإعلامية العربية التقليدية عن استعمال أقدع الهجاء وأشنع الألفاظ وأحقر النعوت عن وصف خصومهم من السياسيين والإعلاميين، وخاضوا في الحياة الشخصية لهؤلاء وفي أعراضهم، ولم يراعوا في ذلك القواعد الخلقية والمبادئ المهنية. غادرت عمان في بداية خريف 1965، ولم أعد إليها إلا في تموز 1971، ف
فقد تنقلت بين السفارات الأردنية في تونس والجزائر وباريس والقاهرة، وفي هذه الأثناء عمل المرحوم طارق مصاروة في السفارة الأردنية في بول كملحق إعلامي. أحب طارق الحياة في ألمانيا الاتحادية، وتزوج فتاة ألمانية أنجبت منه عليا، فأصبحنا نناديه يا أبا علي. كانت تجربته في ألمانيا قد أثرت فيه تأثيرا عميقا وأكسبته خبرات جديدة ووسعت آفاقه الفكرية وعمقت ثقافته السياسية وهذبت مسلكه المهني. لم تقم أم علي طويلا مع طارق، فقد انتقلت إلى الحياة الآخرة وهي في شبابها، وكان لذلك أثره المحجم في طارق. غير أنه ما لبث أن وجد في زوجته المأدباوية نبيل المصاروة العطف والحنان والمحبة والتشجيع، ما بعث الحيوية والقوة في نفسه، وعادت إليه السعادة التي كان ينشدها والهناء الذي كان يسعى إليه. وقد شهدت ذلك وشعرت به عند زياراتي لمنزل طارق بالكمالية قرب سويلح. التقيت بطارق في صحيفة الرأي حينما تولى إدارتها المرحوم سليمان عرار في مطلع السبعينات من القرن الماضي. كنا نلتقي يوميا مساء في مكتب سليمان، نتبادل المعلومات والآراء والأفكار. وكان يتردد على هذا المكتب المرحوم الدكتور منذر عنبتاوي والدكتور إسماعيل عبد الرحمن والمرحوم يعقوب عويس وطارق مصاروة ومحمود الكليل والعديد من المثقفين الأردنيين. وأصبح لطارق عمود ثابت في جريدة الرأي لم ينقطع عن الكتابة فيه إلا قبيل أيامه الأخيرة. يعد طارق مصاروة إعلامياً عصامياً مميزاً، كان له دور مؤثر وفاعل في الإعلام الأردني، وقد شرفني وهو وزير للثقافة سنة 2011 بتقديمي والحديث في الندوة التي عقدها مركز الأردن الجديد بمبادرة من مديره العام الصديق هان الحوراني في 2/2/2011 في المركز الثقافي الملكي هذا تحت رعايتي. رحم الله أبا علي، فقد كان صديقا وفيا ودودا، رقيق الحاشية، محبا للحياة ولأصدقائه، عاشقا لأمته، متيما بالأردن وأهله. فقد فقدنا بغيابه إعلاميا فريدا في قدراته ومزاياه لنا جميعا ولزوجته الفاضلة ولابنه علي العزاء، ونسأله تعالى أن يضفي عليه وافر رحمته وأن يدخله فسيح جنانه. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب المعالي الدكتور محمد أبو رمان وزير الثقافة الأكرم، صاحبة المعالي وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، آل الفقيد الكبير، الزملاء والزميلات، اسمحوا لي أن أبدأ بتعليق قصير من وحي ما ذكره معالي المهندس سمير حباشنة. وقد روى الأستاذ المرحوم أبو علي وأنا أوثق معه في بعض الجلسات في كتاب سيصدر قريبا بعنوان أعيان وأفندية يتناول مسار النخب الأردنية، قال: لقد احتجنا أن نعين مدير في الإذاعة الأردنية، فأتينا بمدير ذو خبرة، وبعد أن رتبنا الموعد ليقابل الشهيد وصف التل فقابله في اليوم التالي، وكنت أنتظر الشخص الذي رشح في المكتب خارج المكتب بعد أن دخل على دولة رئيس وصف التل، فما هي إلا دقائق وقد خرج الشخص المرشح من المقابلة وهو يبكي منهاراً ويقول: ماذا فعلت بي؟ لقد بهدلني وزجرني ووبخني وصف التل. فقال: دخلت على وصف التل، شو اللي صار يا مصطفى؟ الزلمه جبنا لك اياه كفاءه. قال: يا طارق، هذا كفاءه مش كفاءه، هذا كل ملفه موجود فيه معلومات دائما ينفذ حسب الاصول، ولم يشهد في واقعه واحده انه اختلف مع مرؤوسي او اعترض عليهم في قرار لهم. هذا الفرق بين القيادات التي كان يريدها وصفي وبين القيادات التي جاءت في أزمنة أخرى. أن نقول طارق مصاروة الكاتب والإعلامي والسياسي المتمنع قبولاً بهوية غير العروبة، فهذا ما يعرفه بتفاوت معظم رجال الفكر والثقافة في الأردن والكتاب العرب من جيله. أما طارق الإنسان فكان حكراً ليس على أهله وأصدقائه وحسب، بل على رفاق المهنة
وجلهم من أعلام المعرفة والسياسة والثقافة في الأردن، ولكل منهم منزلة عنده احتفظ لنفسه بمعيار ترتيبها. حياته الزاخرة بالعطاء على غير صعيد، فأنا صرحت طرفك في فضاء الثقافة والإعلام الأردني، فأنت واقع لا محالة على بصمات ووجود له في مختلف دروب الإعلام. الجامعة التي كان يصر حين ندعوه لفعالية بها، وكل مرة يأتي بها يتذكر الشهيد وصف التل ومشروع الجامعة الوطن والجامعة القيادة والجامعة النخبة الجامعة الأردنية. وحين أطلعته ذات مساء على وثيقة تخص الشهيد وصف التل، ثم قال: سأقرأها وأعود إليك في اليوم التالي، فعدت بالاتصال به ويبدو أنه لم يقرأها بعد، كان لأن عيناه كانت تؤلمانه، فقال لي: أرى بصري قد رابني بعد صحة، وحسبك داء أن تصح وتسلم. كنت تقريبا أعلم بأن هذا الحفل سيقال فيه كل شيء عن طارق مصاب، ولذلك يصعب الحديث عن رجل بحجم طارق مصاب وحضوره الكبير في أذهاننا، فهو كان يشغل في حياته فضاء واسعا حولنا، نقصده عندما نحتاجه، ندخل إليه عندما نخرج، نكون أكثر اطمئنانا وأكثر سعادة، لكنه اليوم يقف خارج هذا المجال ونحن نرتد عنه إلى عالم لم يعد فيه ما بقي الأمر متعلقا بصديقنا طارق المصاري، لم يعد فيه هواء كاف يحسه صديق لطارق المصاري مثلي كما تحسونه جميعا. كنت أعرف طارق مصاوى من قبل، من أيام انتهاء الجامعة كنت أعرف طارق مصاوى وأعرف كثيرا من قصصه، كنت إلى حد ما قريبا منه، لكنني قابلته لأول مرة منذ 40 عاما على وجه التحديد، منذ 14 تموز 1979. قدمت أوراق اعتمادي للرئيس أحمد حسن بكر، وبعد الاحتفال الصغير الذي حدث هناك عدت للسفارة لأجل طارق مصاوى ينتظرني في الداخل، فكان لقاء عالي النبرات صراخا صاخبا ساهم فيه كل أعضاء السفارة الذين كانوا يحبون طارق مصاوى حبا جما، وجلسنا نتحدث وما هي إلا دقائق حتى جاءني أحد الإخوان وقال لي بأن أحدهم كان على التليفون يريد أن يتحدث معي. تحدثت معه فقال: وجدنا طفلا أردنيا ضائعا في شوارع بغداد يبكي ولا يعرف إلى أين يتجه، وقد أحضرته لك للسفر. ثم أغلق الهاتف. عدت لأعلن الخبر الذي كان فاجعا بكل معنى الكلمة، فنهض الجميع بما فيهم أبو علي خارج السفارة لنستقبل الطفل. أخذناه فوجدناه يبكي والدموع تبلل وجهه. أعدناه داخل السفارة نحتضنه ونكاد نبكي معه. كانت فاجعة حقيقية. نحن ظننا بأن هذا الذي تحدث بالهاتف هو واحد من أهله، تركه عمدا في بغداد. وعرفنا فيما بعد بأنه تركه عمداً، وتحدثنا مع الصديق الآخر المرحوم سليمان عرار كان وزيراً للداخلية، فاستشاط غضباً، وطبعاً لم نأخذ من الطفل كثيراً لأنه لم يكن يعرف الأشياء. فثاني يوم أو ثالث يوم سافر طارق مصاري إلى عمان وحمل الطفل مع أرسلناه مع طارق مصاري وذهب هناك ليستقبلهم في المطار سليمان عرار، ثم يبدأ التحقيق ويأتوا بالأم وزوجها، الأب كان متوفيا، واتخذوا كافة الإجراءات مع الإعلان بأن المراقبة ستكون دقيقة ويومية،
ولا يعرفون من الذي يراقب إذا ألحق أي ضرر أو أي إهانة بذلك الطفل، وعلمت بعد عشرات سنوات بأن ذلك الطفل الآن كان يدرس في الجامعة والدولة تعرفه. هذا كان اللقاء الأول، وكان أبو علي يتصل في يوما بعد يوم ليطمئنني على طفلنا من الذي وجدنا. الحادث الثاني، زارني في موسكو، جاء بوفد إعلامي لكنه بقي هناك وفرحنا به كثيرا. أخذته إلى مكان خارج موسكو، مكان فيه قصر لأحد الأباطرة الروس وبيوت على سفح وادي جميل جدا ومطعم. بعد الغداء، كان يوما من أواخر أيام الخريف، باردا جدا. أنا أعتقد أنه طارق مصاروة الذي عاش في ألمانيا لا يعرف مثل ذلك البرد. كانت درجات الحرارة أحيانا تصل إلى 10 و12 تحت الصفر. في لم تعود الحال في موسكو الآن كما كانت ذلك تلك الأيام، وأنا كنت أحب المشي. فبعد الغداء عرضت عليكم سنذهب نمشي في ذلك الوادي ونزور القصر لترى كيف الأثار الغنية لروسي. قال لكن أنا لما لا ألبس يعني ملابس كافية وحذائي لا يسمح للمشي، فأفردت أمامه ما كنت بحسب بلا، أفردت أمامه كيس صغير، خرجت من قبعة طاقية روسية من الفرن مع لفحة صغيرة مع كابوت يحمي وحذاء بداخل الفرن جاعد جلد خروف، يعني إذا لبسه ما عادش بحس بال، فاحتج. قال لي كيف جبتها؟ قلت له جبتها. قال لي أنا ما بلتش أمشي. قلت له اسمع، أنا إحنا ما نعيش بلد لا يتعامل مع المعارضة، يكبح المعارضة، إياك تعارض أنت في موسكو. فلبس ومشينا بالوادي حوالي ساعة، وكان سعيدا جدا وكان تعبان بالفعل لكن كان سعيد. وحدثت قصة فيما بعد، وبعد 15 سنة عمل مقابلة إذاعية مع معالي الدكتورة دانا مكتوب، كانت الإذاعة، وسألته من أصدقائك تذكرهم؟ قال ذكرني وذكر القصة وذكر النقطة التي اعتبرتها أنا نميمة وغيبة، وذكرت الدكتورة دانا مكتوب وكان يختارني عندي مكان يحكي صحيح. يتميز طارق مصاروة بأن لديه ذكرى منحها الله أقداما رشيقة تتحرك عليها دائما في ظلالها وتعلن عن نفسها. أنا مثل هذه الصورة، هذه اللوحة الغريبة، والله أشعر كأن شد على شفايفي مشان يمنع الكلام المتنافس الذي يريد أن يخرج من فمه يحدثنا وهو على الكرتون. أجمل صورة ممكن تكون لأي إنسان على وجه الأرض. كما أن الله منحه أيضا منح ذكرى صوتا غنيا جميلا واضحا صادقا أمينا طافحا بالعذوبة والدفء لكل أصدقائه، فذكراه ستبقى ذكرى مؤلمة، ستبقى ذكرى حية أيضا، لكننا نشعر دائما عندما نتذكر بأننا فقدنا أخا وصديقا رحمه الله وأوسعه في المسيح الجميل. حفر طارق في بستانه بالكمالية ثلاث أبار لجمع مياه الأمطار، انهار بئران، أما الثالث فقد استعان لبنائه بمهندس خبير لجمع 300 متر مكعب من مياه المطر، فصمد البئر بتكاليف باهظة كان يمكن أن يبني بها بيتاً آخر. كان طارق مدمن قراءة، وعندما دخل الإنترنت على حياته أصبح قليل الذهاب إلى فندق الأردن لشراء الدوريات الأجنبية والعربية، ينام مع الراديو ليلاً ليفيق صباحاً
يكتب مقاله اليومي بأقل من نصف ساعة. كان طارق محباً لأصدقائه وفياً لمن قضوا شهادة شهداء فداءً للأردن الغالي، متواضعاً لم تكن المراكز تهمه، فقد يجلس طويلاً مع مزارع صغير أو عامل وطن يحدثهم ويروي لهم ما شاء من أخبار وأحداث. توافد على طارق عدد من طلاب العلم كانوا يجلسون معه ساعات وأيام يكتسبون من خبراته الطويلة في مجالات عدة أهمها الصحافة والإعلام. لم تكن حياته سهلة، فقد عاش التشرد والسجن والفقر، وطبق عليه منع الكتابة والصحف، وصدر العديد من مقالاته، واستقال وأقيل، وكل ذلك لم يكن يمنعه من الكتابة للوطن والأمة. أما الجرح العميق الذي لم يلتئم فكان فلسطين وتبعها الباقي، فأنتم تعرفون أكثر مني ما حل بهذه الأمة من مصائب. أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم، فأنا مثله ومثلكم، أحب وطني بشراحة وأحبكم جميعا. شكرا لكم ولكل محبي طارق على كلمات التعزية التي غمرتونا بها، وشكرا لكل من عاده في مرضه ولأطبائه وممرضيه الذين رعوه بكل تفان ومحبة، وشكرا لوزارة الثقافة التي أبدعت في إخراج هذا الحفل بهذه الصورة. ويلي على الزينين صاروا توالي عن أبي عمر رضي الله وطال عمره ومحبيه. شكرا يا أبو عمر يا محمد داودي على كل اللطافة التي قمتم عشتم معاشر الأردن قيادة وشعبا، والسلام عليكم.